تم مساء اليوم الخميس إيداع مغني الملاهي والمعروف بالشاب بيلو الحبس المؤقت بتهمة التحريض على تعاطي والمتاجرة بالكيف والكوكايين. وحسب المصادر فقد تم اليوم الاستماع للشاب بيلو من قبل أمن سيغ خلفية فيديو غنائي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ليتم إطلاق سراحه بعدها. وأضافت ذات المصادر أنه في المساء قامت مصالح الشرطة لسيغ بتوقيف المغني من بيته ووضعه في الحبس المؤقت على أن يتم تقديمه للمحاكمة. الشاب بيلو وجهت له تهم تتعلق بالتحريض على تعاطي والمتجر بالكيف والكوكايين بعد أن أطلق أغنية يحرض فيها على التهم المنسوبة إليه. هذا وتم تداول الفيديو الغنائي بشكل واسع عبر صفحات الفيسبوك، تم ترويجه من إحدى حفلات الأعراس التي نشطها مغني الراي والمدحات. وحسب الفيديو المتداول كانت من بين الأغاني التي أداها أغنية راني مغبون. هبيت الموت الشهالي تبقى.